متابعينا أكيد بصباحنا وفقرتنا التالية تعنى بالعالم الكتابي، حيث أطلق اتحاد كتاب العرب احتفالا بمناسبة تشكيل الفريق الشبابي الثقافي السوري بالتعاون مع فريق 100 كاتب وكاتب أكيد وفريق كن مبتسما في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق. وأكل الحديث أكثر حول الموضوع وحول الفعالية بسنا نرحب بجود الدمشقي مؤسس فريق 100 كاتب وكاتب. صباح الخير جود. أهلا وسهلا. صباح الخيرات. يسعد صباحك. أول شيء مبروك إطلاق الفريق. خلينا نحكي كيف تمت التحضيرات، كيف كان أكيد في جهود جبارة كانت وراء تأسيس هيدا الفريق، وخصوصا لما نقول شباب ثقافي سوري. نحن يمكن عندنا كثير مواهب وقدرات اليوم لازم نركز عليها ونسلط الضوء عليها. صحيح. أول شيء بعرفكم عن حالي، جود الدمشقي مؤسس فريق 100 كاتب وكاتب في سوريا. هذا الفريق التطوعي اللي انطلق من 4 سنين لليوم، نحن اتخذنا شعار، دائما هذا الشعار نحن نردده، انه نحن لا نريد ان نستضيف مبدع في امسياتنا، انما نريد ان نصنع مبدع ونستضيفه. ولا نعني ان نصنع مبدع اي ان نخلق به الموهبه، الموهبه موجوده بكل شخص، ولكن نحن كنا نهيئ له هي الورشه الادبيه حتى تتبلور وتترصع وتزهو وتقدم الى المنابر. بعد تشكيل هذا الفريق 4 سنين ومحاربه ويعني قصص كثيره، اخر شيء قدرنا انه نوصل، صعوبات كثيره كبيره، وصلنا لمكان انه اتحاد كتاب العرب امن بهذا الفريق وقرر انه يندمج، يعني نشتغل نحن مع بعض. اشتغلنا مع بعض وكان انجازنا هو كتاب سطور الشعر اللي توقع بيوم 1/10 واطلاق الفريق الشبابي السوري التابع لاتحاد كتاب العرب. شو الهدف من الفريق؟ الهدف من الفريق هو دعم المواهب الشباب. دائما المواهب الشابة هي مواهب محاربة. لماذا محاربة؟ لأنها مواهب يخاف منها صراحة. احنا أول ما بلشنا بالفريق من 4 سنين كان في موقف أدى إلى تشكيل هذا الفريق. فتنا على مكان من الأمكنة، مكان ثقافي، ألقينا، بعد ما ألقينا احنا كنا 3 شباب، فحدا من الناقدات الكبار بتقول انه انا بتمنى المرات الجايه ما اسمعكم، يعني انتم فيكم تمثلوا، فيكم تعملوا اي شيء بدكم اياه، اما الكتابه فلا. من هذا الموقف نحن قررنا انه ناسس هذا الفريق. فالهدف ردة فعل ايجابيه هون استغلته، يعني طبعا هو كانت المفروض انها تكون سلبيه هي ونتحطم نحن، بس بسبب نحن هذا الموقف، يعني نحن بنتشكر كثير هذا الشخص يلي حفزنا انه نحن نشكل هذا الفريق. من هذا اليوم نحن صرنا نضم المواهب الشابة اللي ما في حدا يرعاها، ما في حدا يقدمها، هي ممكن تحارب بأي مكان من الأمكنة، فهي بتجي على الفريق، بنحاول نطورها قد ما فينا حتى تطلع وتتقدم بشكل صحيح وقوي. لما نقول 4 سنين من الشغل والجهود مثل ما قلت المستمرة لتشكيل هيدا الفريق، وأخيرا اتحاد الكتاب العرب عمل احتفالية للاعتراف فيكم، خلينا نحكي عن هي الـ4 سنين، قديش كان في صعوبات فينا نقول وعقبات. انت حكيت مثال موقف يمكن هو اثر فيك ايجابيا، بس لما نقول خصوصا 4 سنوات، يعني نحن عم نحكي عن 4 سنوات سابقات في ظل الحرب، فكان الوضع كمان بعتقد صعب زياده عليكم، في مجهود وعقبات اكيد تجاوزتوها لحتى وصلتوا لهون. طبعا انا بعتقد انه لولا هي الصعوبات ولولا الحرب نحن ما تشكل فريقنا ابدا. اليوم عدد اعضاء الفريق 1500 شخص. موجود 1500 شخص، هذول 1500 شخص هن ما قدروا يكتبوا، ما قدروا يطلعوا مواهبهم الا بسبب الحرب، بسبب الشيء الواقع اللي نحن عم نعيشه، فبسبب هذا الشيء صارت تنضم الناس لنا. طبعا كان في صعوبات كثير كبيره، كنا وين ما نروح لا، انه ليش شباب؟ تجمع شبابي، شو بدكم تعملوا؟ شو بدكم تساووا؟ ممكن انتم تفشلوا، هي الجمله نحن كثير تعرضنا لها، انه انتم كشباب ممكن تفشلوا بشكل كثير كبير، فلا نحن ما بدنا يعني، خلونا طيب نجرب، خلونا نفوت لعندكم مثلا اول بدايات. طبعا هلا كله تغير، بدايات مثلا نفوت على مركز ثقافي، نفوت على كذا، لا نحن عندنا تجارب قديمه اقوى، ممكن خلص هي الافضل ولا ايوه الى الاولويه، اما انتم لا. مع الايام لما الحمد لله قدرنا انه نثبت حالنا، صارت هن الاماكن اللي كانت تطردنا او ما كانت تفوتنا صارت تنادينا لنفوت، يعني ونعبر عن الشيء اللي جواتنا. تمام. جود عم نشوفها على الشاشه فعاليه تعنى ايضا بالاطفال الصغار، خلينا نحكي اليوم انتم كشباب كيف عم يعني تعطوا هي ثمار القراءه او ثمار الكتابه او ثمار التثقيف بشكل عام للاطفال، لجيل الاصغر.
طبعا نحن اذا حبينا عن جد نترك اثرنا، لانه شعار فريقنا سنغدو رفاتا ويبقى الاثر، اذا حبينا أن نترك هذا الاثر فنحن لازم نبلش بالاعمار الصغيره. قررنا انه نروح على دور الايتام، نروح على المدارس الابتدائيه، المدارس الاعداديه، هذا كله كان ضمن نشاط يوم الشباب الثقافي. بيوم الشباب الثقافي قمنا باكثر من 15 فعاليه بجميع المحافظات، منها انه نحن نروح على مدارس، نروح على دور ايتام، ونحاول انه نشتغل معهم ونطلع المواهب اللي جواتهم، وطلع مواهب رائعه جدا، مواهب تضاهي المواهب العالميه حتى، ولكن هي مواهب مدفونه، يعني حاولنا نحن نستخرج هاي المواهب لنقدمها، وطلع معنا كثير شغلات. كيف بيتم رعايه المواهب؟ يعني لما نقول انه نحن بندور على هي المواهب، مثل ما قلت بدايه حديثك، مو انه نستضيف مبدع، لا، نساء فينا نقول خلق مبدع وندعمه ونستمر فيه. يعني لما نقول مركز ثقافي يعني عمل ندوة ثقافية وخلصنا. كيف بيتم رعاية هاي المواهب خصوصا الشابة؟ لأنه كثير من الشباب اليوم يمكن ما عم يلاقوا الدعم الكافي، وفي عندنا مخزون هائل من الشباب السوري فيه قدرات ومواهب وأبداع يعني بنتفاجأ فيه ونسلط الضوء دائما عليه خلال رحلاتنا الصباحية وبنركز. كيف بيتم رعاية هاي المواهب؟ أي حد عنده موهبة حابب يتواصل يكون جزء معكم يشارك معكم؟ طبعا نحن النهاية انه يصل هذا الشخص على المنبر او على المسرح ويقدم. طيب ما هي الطريقة التي تؤدي الى وصوله معنا بالفريق؟ بفوز الشخص على الفريق. طبعا نحن معتمدين على الاكتفاء الذاتي، نحن فريق غير ممول، فريق تطوعي، كل الاشخاص اللي بتشتغل هي بتشتغل بشكل تطوعي. بداية كنت انا خريج ادب عربي، استلمت اول شيء مجموعة صغيرة من الكتاب، صرت دربهم، علمهم، اشتغل انا وياهم، كلياتنا نشتغل سوا، يعني مو انا هلا الاستاذ تبعهم، لا، نحن كلنا نشتغل سوا كفريق. ايوه كفريق، بس انا كان عندي الخبرة لاني كنت خريج ادب عربي. دربنا كلياتنا سوا، كوننا عيلة، طلعوا اول شيء هذا الجيل الاول من 4 سنين على المنبر، القوا، صار عندهم خبره. مع الايام هدول العشرة 15 شخص هن استلموا مجموعات مثل اللي انا كنت مستلمها، وصار في مثل شجره، كل واحد من هدول 15 درب 15 خلاه يطلع على المنبر وهكذا. وبنشوف نحن الشخص اللي عنده، بنعمل دوره اعداد قائد، الشخص القيادي القوي اللي قادر انه يستلم هيك شيء فورا بنجيبه وبندربه وبنشتغل معه. والاشخاص العاديين اللي بينضموا لنا بنعمل عدة دورات سواء أونلاين أو على أرض الواقع، كل شيء يعني موجود بالكتابة بيطوروا لهذا الشخص، من نشاطات قراءة لحضور لكذا، نعطيها بكل شغف وحب، لأنه إحنا هذا الشيء نحن ما عم نتقاضى عليه أجر، وبالتالي هو حيكون شيء صادق. لما نشوف هذا الشخص صار قادر أنه يطلع ويلقي، ففورا نحن بنقدمه على المنبر. تمام. يعني مجهود شبابي اليوم عم نتابعه على أرض الواقع، أكيد نتمنى لكم كل التوفيق. ولكن اليوم شو هي الثغرات، العقبات، من مين طالبين الدعم الأكثر لتوصلوا لأكثر شريحة، لتوصلوا يمكن لهدفكم، لحلمكم؟ مين المناشد اليوم، صوت الشباب، لمين يعني، لمين هيك الجهة حابين توصلوا له؟ طبعا نحن اليوم بحاجة أمر معين، نحن بحاجة جدا لهذا الأمر، وما كان حدا يأمن لنا يا صراحة، اللي هو مركز صغير نقدر نحن نشتغل فيه دوراتنا. يعني أنا كفريق 1500 شخص قدرنا الحمد لله أنه نثبت بواحد عشر أنه هذا الفريق هو فريق قوي جدا، قدر أنه يعمل فعالية اعترف فيها اتحاد كتاب العرب وعدد من الجهات. ولكن هذا الفريق لحد اللحظة عم يدور على مكان، يعني رعاية صغيرة، مركز صغير نقدر نحن نعطي فيه هاي الدورات. كل مرة نعطي دوراتنا بمكان، أحيانا نعطي بجنينة، أحيانا نعطي وين ما صحنا، يعني نحن مستعدين نحارب كل الظروف كرمال نصل لهدفنا إن شاء الله. فنحن نناشد، لما نقول تم اعتراف فيكم من قبل الاتحاد العرب، ما كان في عملية تشاركية ضمن المقر أو ممكن المساهمة عبر، كمان فينا نقول لأنه للاتحاد كتاب العرب فينا نقول بعض المراكز الصغيرة في كثير من المناطق، ولا صح. ما كان مطروح، ولا ممكن بتكون لا دعم، عم نحكي عن جهة حكومية داعمة أكبر، يعني هي بتكون علاقة تشاركية بين عدة مؤسسات فينا نحكي. صحيح. هلا طبعا اتحاد كتاب العرب مشكور، هو قدم لنا كل مراكزه وقال لنا أنتم ما تكون تعالوا تدربوا، ولكن نحن اليوم بحاجة إنه يكون مكان صغير لإلنا نحن نقدر نعمل فيه كل النشاطات بأريحية. يعني نحن باتحاد كتاب العرب فينا نروح نعمل دورة، هن قدموا لنا هذا الشيء، ولكن يوم بيكون عندهم مثلا نشاط يوم. أما لما نحن نقدر يكون عندنا مركز فينا نعمل فيه كثير نشاطات، فينا نعمل كثير في أفكار جديدة، نجتمع كل يوم مثلا، نحن فينا بالاتحاد يعطونا يا يوم بالأسبوع، يومين بالأسبوع، أما الشيء اللي نحن ببالنا هو أكبر من هيك بكثير. إن شاء الله بتحصلوا عليه.
بالإضافة أنه نحن كمان بالنسبة لترخيص الفريق كمان نتمنى أنه يعني يصير هيك في عجلة ليطلع هذا الترخيص، أنه له زمان وما كان يصل ل يعني لأيدنا. إن شاء الله يا رب تحققوا يمكن حلمكم، يكون عندكم مركزكم الخاص. ومشكور اتحاد كتاب العرب لما نقول هيئ لكم الفرصة، وجميع يمكن بنقول النقاط والمراكز التابعة للاتحاد مفتوحة لكم، فأكيد يعطيكم ألف عافية وأهلا وسهلا فيك.